تعيش المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الانقلاب الحوثية أوضاعا إنسانية في غاية الصعوبة كما يصف أهالي تلك المناطق. تصدرتها العاصمة صنعاء بنسبة انتهاكات عالية ضد المدنيين، حيث تؤكد المصادر عن وجود 300 امرأة في سجون الأمن القومي التابع لميليشيا الانقلاب واللاتي يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب. وأشارت تلك المصادر أن أغلب أهالي النساء يفضلون السكوت خوفا على سمعتهم، وتستخدم الميليشيا فرق نسائية تدعى بالزينبيات تتولى مداهمات المنازل، حيث اعتقلت المئات من النسوة في العاصمة صنعاء دون أي تهمة تذكر. وبرغم الدعوات المتكررة من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية لميليشيا الانقلاب لوقف الانتهاكات ضد النساء ووقف الأحكام الصادرة ضدهن والتي قالت أنها غير قانونية وباطلة ودون أي مسوغ قانوني، التركيز الآن على قمع النساء هي رسالة من قبل قوى الانقلاب لأن تقول لنا أننا لن نتوانى عن ضرب كل من يعارضنا، سواء كان هذا المعارض رجل أم امرأة، طفل أم عجوز أم كائن من يكون. أعتقد أن تصعيد الحملة ضد النساء الآن هي جزء من العمل الإرهابي، يعرفوا قيمة النساء لدى رجال اليمن، ولهذا يعتقدوا أنهم سيقهروا اليمنيين من خلال مس عارهم وعرضهم. وبحسب تقارير المنظمات الحقوقية والإنسانية والتي أشارت إلى أن حرب ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية عمقت المأساة بين النساء وخلقت وضعا إنسانيا كارثيا الذي انعكس سلبا على واقعها، وكان النزوح والتهجير القسري أبرز ما تعرضت إليه المرأة في تلك المناطق. النساء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي طالتهم طيلة 4 سنوات من الحرب، وبالفعل ربما 8000 نسمة سكان هذه المنطقة 80% منهم نساء. رأينا كيف أشكال الانتهاكات التي وصلت إليهم بمختلف أنواع ربما الأدوات والوسائل. وكانت المرأة اليمنية سابقا تتمتع بكامل حقوقها وحرياتها وتقلدت العديد من المناصب في الحكومة، ومنذ انقلاب الميليشيا على الدولة سلبت النساء في مناطق الخاضعة لسيطرتها كل الحقوق والحريات التي كفلها القانون اليمني. لقناة الإخبارية عبد الفتاح غلاب.